الحمد لله، ربنا كرمنا. اول ما جينا احنا بقالنا 3 سنين دلوقتي في مجال الرياضه، كان عندنا 13 لعبه، النهارده بقى 24 لعبه وكلهم مشتركين في الاتحادات ومتميزين، بناخد فيهم ميداليات من اول الذهبيه والفضيه والبرونزيه. بالنسبه لمجال الانشاءات، طورنا حمام السباحه وخلينا دخلنا عليه التسخين، بقت المياه سخنه في الشتاء. جينا عملنا مظله ومجمع اسكواش على مساحه 1200 متر يستوعب حوالي 1000 عضو جديد. عملنا منطقه جديده خالص اللي اسمها جرين اريا، معاها كيدز اريا للاطفال على اعلى مستوى، العاب امنه كلها للاطفال. عملنا نقطه اسعاف للاعضاء. في مجال الرحلات طورنا المجال ده، خلينا كله 5 نجوم، بقينا الرحلات اللي هي الداخلية والخارجية سواء العمرة والحج وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، والرحلات اليومية والمصايف دائما للأعضاء سواء في راس البر أو مرسى مطروح أو اسكندرية. الحمد لله، يعني المجلس كله شباب وعندنا طموح اكتر من كده كمان، وتطوير النادي اكتر من كده لخدمه اعضاء النادي، وربنا وفقنا ان شاء الله. فاحنا يعني احنا كنا سعدنا بلقاء السيد الوزير قبل كده وعرضنا عليه الانشاءات اللي موجوده في النادي، وهو وافق لنا على موضوع مجمع ملاعب الاسكواش، واحنا بس يعني بنطلب دفعه قويه من السيد الوزير بخصوص ان احنا دلوقتي عملنا 80% من مجمع الاسكواش وفضل حاجه بسيطه، فبنطالب يعني الوزير يرعانا بس الفترة اللي جاية إن شاء الله عشان نقدر نكمل المسيرة إن شاء الله.